السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عادي يصور أخوكم سلي الروقي من الحوية يدعو لنبذ التعصب والعنصرية، وكلنا أخوان وكلنا عرب ومسلمين، وإن شاء الله تظهر المباراة مستوى حلو وجميل، واللي يفوز نقول له مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم. أتمنى للفريقين مباراة كبيرة تتسم بالروح الرياضية تليق بسمعة الكرة العربية، وإن شاء الله بإذن الله التوفيق للفريقين. نقول الفائز ألف مبروك، وإلى المهزوم هارد لك، وإن شاء الله مناسبة رائعة وليلة يستمتع بها الجمهور العربي والسعودي. أنا وصديقي الهلالي اجتمعنا في هذه المباراة، تجمعنا الصداقة وتجمعنا المحبة، لا تفرقنا الكرة، دائما نتمنى للفائز ونقول له ألف مبروك، وللمهزوم هارد لك، وهذه الروح الرياضية نتمنى من الجميع الحذي بها إن شاء الله في جميع المناسبات الرياضية.